السلام عليكم ورحمة الله أميرتي الغاليات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. انتما كتشاهدوا هذا الفيديو اللي غادي يكون ديال الكلاص اللي كيجي حجم كبير كما كتشوفوا، يعني راه كيجي كبير البنات بالنسبة للعائلات والضياف. غنبداو بأول حاجة بالنسبة للنوغا البنات، راه فايت اللي حطيت لكم الفيديو ديالو بالتطبيق، يعني بشوية، يعني الطريقة ديالو بشوية بشوية. دابا انا غادي غير ندير لكم بالسربة. بالنسبة لأول حاجة كما قلت لكم غنستعملو كاس ديال سنيدة وكاس ديال المكسرات، يمكن لكم تستعملوا كاوكاو او اللوز او الكركاع تاع المشوشوي غير بيديكم. المهم المكسرات كيبقاو اختياريين، انا هنا استعملت نصف ديال الكاوكاو ونصف ديال اللوز. في المقله اللي ما كتلصقش غنخويو هذا الكاس ديال سنيده ونسرحوه شويه في المقله ونشعلوه على البوطه اللي كتكون مهيله شويه، يعني ماشي مهيله بزاف، يعني بين وبين، وكنخليوه ما كنحركوش البنات، خصو ما يتحركش حتى كيبان لينا من الجناب راه بدا كيدوب، يعني من الجناب هو كيبان لكم صافي ما بقاش هنا السكر راه بدا كيدوب. عاد دابا يمكن لينا نحركوه غير بشويه باش ما يتشمعش لينا ويقصح، كنبقاو نحركو حتى كيدوب لينا داك السكر كله حتى كيولي بحال هكذا. من بعد كنزيدو المكسرات ونبقاو كنحركو، ما كنخليوش شي بلاصه يبقى فيها داك السكر بزاف باش ما يتحرقش لينا. من بعد ما كيدوب كلشي كنخويه في الورق ديال الزبده، اولا كندهنوا سطح لا نخويه فيه بشويه الزيت وكنخويه وكنسرحوه بحال هكذا، كنخليوه حتى يبرد، راه دغيا حتى يبرد. صافي كناخذو ونبقاو ونبداو نهرسو فيه، غندير شي طريفات كبار للتزيين ومن بعد هذا غندوز عليه هذا المدلاك. ممكن لكم ديروا في الطحانه، انا بغيت يجيو الطريفات يكونوا باينين في الكلاص، يعني كيعجبني دوك الطريفات نبقى ناكلهم باينين، ما بغيتش ديروا في الطحانه، ولكن نتوما يمكن لكم الاختيار. غنعاود نهز دوك الطريفات الكبار في هذا الخليط من بعد ما طحنتو حتى هو مال التزيين، وهاد الطرف الكبار غنحيدو من هنايا للجنب، وهذا دابا هو اللي غنستعمل. هكذا كنكون حصلت على النوغ اللي غنستعملو في الكلاص. بالنسبه للمقادير البنات كما كتشوفوا عندنا 3 معالق كبار ديال النيدو، وهنايا عندنا داك المقدار ديال النوغا اللي صوبنا، عندنا القشطه الكريم على حسب النوع اللي غتستعملي، انا عندي هذا، عندنا جوج دانيت كراميل باش تكون عندنا ديك النكهه ديال الكراميل، حيت غنديروا النوغا يعني غنديروا كراميل. هذا البنات بلاصت ديك نيسلي كراميل، بلاصه نيسلي كراميل كنديرو غير دانيت كراميل. اول حاجه غندير هاد النيدو، طيب غبرا غنحمرو شويه غير بالزربه البنات، راه دغيا تيتحمر. من بعد غادي نغربلو، غنخليه يبرد شويه وغنغربلو، غنخليه يبرد وهنايا غنجي نخوي الكريمه ديالي. هنا عندي هاد بالنسبه لهاد ديال العجينه البنات والموس حتى هما كيكونوا دايراهم في الفريغو قبل بشي ساعه، يعني خاصهم يكونوا باردين مزيان. دابا غادي نخدمها على 8 ونخليها ترب. اول البنات كما كتشوفوا راه دغيا كيطلع الكريم، ومن بعد ما كيطلع ما كنديروش الكريم كريم بزاف، حيت مازال راه غنزيدو ليه فاش غنزيدو المقادير مازال يتخلط، يعني كيجي بحال هكذا غير مجموع، وكنكتفيو غير بهذا القدر. هاد الكريمه اول مره نجربها صراحه طلعت زوينه، هادي ديال بيم، انا مولفه كنجيب من المهرجان، ولكن كما كتعرفوا في هذه الحاله يعني ما قدرش نمشي للمهرجان، ما كنمشيش ليه في هذه المده، واستعملت هذه ديال بيم حتى هي البنات راه طلعت دغيا وطلعت زوينه. دابا غنضيف هذاك الحليب غبره اللي حمرت، وغنضيف دوك جوج ياغورت ديال كراميل، وغنزيد عاوتاني نطرب حتى كيتخلط.
من بعد ما يتخلط البنات دابا غادي نزيد هاد المقدار اللي بقى ليا، هاد النوكة يعني هي اللي بقات ليا، غنضيفها ونعاود نخلط. من الاحسن تردوا البال البنات، حيت هنايا انا ما كنتش رد البال، هبطت كلها لتحت، يعني حتى بغيت نخوي عاد بنت لي بلي كانت هابطه غير لتحت، ما تخلطش مزيان. حتى فاش تسالوا عاد تعاودوا خلطوا مزيان. غنجيب المول اللي كيكون داير عليه السلوفان، انا درت ليه الجنب ورق الزبده ودرت ليه لتحت السلوفان. بالنسبه للمول كيبقى اختياري المول اللي عندك. غنخوي دابا الكلاص، كما شفت البنات بلي لتحت كانت فيه ديك النوكه هبطت لتحت كتر. دابا غادي نقاد كامل بشكل عادي، غنقاد بحال هكدا، يعني ماشي ضروري يجي مقاد مزيان بحال لا كريم، ولكن المهم كنقادوها بالمعلقه. من بعد ندخلها الكونجيلاتور ليله كامله، وغنضرب بيها شويه هكذا باش الا كانت شي بلاصه ما هبطش ليها الكريم يهبط. صافي دابا ندخلها حتى تجمد، يعني حتى الغدا، بعد نخرجها. من بعد ما جمدت البنات كما قلت لكم خليتها ليله كامله، غادي نجي نحل المول. يعني بهذه الطريقه انا يعني كيتحيد دغيا. يعني قلبت البنات في الطبسيل حيت كما داك المول ديال الكيك يعني كان باقي لتحت، ما بغيتوش يكون تكون محطوطه في داك المول، قلبتها. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا كما شفتوني خليت هاد الطريفات ديال النوكا اللي هما مطحونين شويه، يعني طريفات صغار، غنديرهم من الاولين. وغنجيب هاد الطريفات الكبار كنحطهم عشوائيا، كما قلت لكم التزيين كيبقى على حسب الاختيار وعلى حسب الذوق ديال كل وحده. وهاد الطريقه يعني ما كتضطرش تزيدي باقي المقادير الاخرين، يعني كتكتفي بداكشي اللي عندك، وكتجي الكلاص زوين والشكل ديالو حتى هو كيجي زوين. عندي هاد السيجار هادو تما نزيد نزوق فيهم شويه. وبالنسبه للكريم كراميل البنات انا فايت ليا صوبتو، يعني كان عندي غير في الفريغو، غير حيدتو ذوبتو شويه وغنستعملو. داكشي علاش ما درتش معكم الطريقه ديالو. دابا نجيب الكريم كامل ونزوق الخطوط بحال هكدا، انا راه ثقبت ديك بوشيطه بزاف. غنزيد نعاود نقادو والشكل ديالو كيجي بحال هكدا. كما قلت لكم البنات كيجي في المذاق ديالو رائع. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. واذا كنتي اول مره كتشوفي هذا الفيديو ما تنسيش ديري ليا لايك وتضغطي على زر الاشتراك باش تدخلي عندي القناه. ومرحبا بكم البنات كاملين، فنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.